مرتضى منصور رئيس أحد أعرق النوادي المصرية وأداة النظام في شغل الرأي العام، شوية في الساحة السياسية وشوية في الساحة الكروية، ولكن أكثر ما اشتهر به مرتضى منصور هو السباب والخوض في أعراض الجميع، وفكرة إن هو ماسك سيديهات على كل الناس وفيديوهات إدانة تدينهم وماسكها كأداة ضد معظم الناس اللي بيتعامل معاهم وبيشتف في كل الناس، لدرجة إن هو حتى كان حاضر في السينما المصرية وكان بيخوف الناس في السينما. اللي كان بيخوف الناس في السينما دلوقتي بقى موجود وبيترحل عشان ينفذ الحكم اللي طلع واللي بسببه السوشيال ميديا كلها بتتكلم عليه. مرتضى منصور في الأول كان كده وكان موجود في القنوات التلفزيونية وكان موجود في السينما المصرية بالشكل ده. وادي كرة واضحة جدا، ضربة من غير كرة، وفعلا برافو على الحكم حمادة عين العقل الرايق بيطلع الكارت الأحمر. ضربة جدا، يبص على المدرجات. ايه ده؟ ده رجع في كلامه في الكارت الأحمر. لا خلاص شاف انها تحتاج كارت أصفر بيطلع كارت. ده لغى كمان الكارت الأصفر، ده كمان بيعمل إسقاط. إسقاط بما يرضي الله. يلا العب 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 يلا. ده كان مرتضى منصور اللي كان حاضر في السينما المصرية وهو بيخوف الناس، حتى الحكم كان خايف منه دلوقتي زي ما احنا شفنا الصورة اللي كانت معانا من شوية وهو بيترحل عشان ينفذ الحكم اللي صدر ضده. الجدل المرة دي بسبب حكم بسجن مرتضى منصور والحكم غير قابل للنقد في القضية المشهورة في سب وقصف رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب. القضية كانت قديمة شوية وتحديدا كانت في إبريل في 2022 وقضت فيها محكمة الجنح الاقتصادية بحبس مرتضى منصور سنتين بتهمة التجاوز والسب والقصف في حق وسائل في حق رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب. أوراق الدعوة كانت متضمنة 12 سي دي، ولكن المرة دي كانت السيديات ضد مرتضى منصور، احتوت على عبارات سب وقصف لمحمود الخطيب رئيس مجلس نادي الأهلي وعائلته وأعضاء من مجلس إدارة النادي الأهلي ومديره التنفيذي، وده اللي أكد عليه محمد عثمان محامي الخطيب عبر حسابه على الفيسبوك، وكان قال عاجل محكمة جنح الاقتصادية. الكلام ده في إبريل 2022. محكمة جنح الاقتصادية تقضي حضوريا بحبس مرتضى منصور سنتين مع الشغل في قضيتين مرفوعين لصالح أو منا لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتهمة السب والقصف وخدش سمعة العائلات. لكن ساعتها كان مرتضى منصور عمل طعن على الحكم، وبعدها قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في أغسطس 2022 بتعديل حكم الحبس لمرتضى منصور من سنة في أحد القضيتين إلى شهر مع الشغل والنفاذ، في حين أيدت الحكم بالحبس سنة مع في الدعوة الثانية مع وقف التنفيذ. وبعدها رجع تاني مرتضى منصور قدم طعن على الكلام ده، وآخر حاجة دلوقتي رجع محمد عثمان بالأمس وأكد رفض الطعن وقال الحمد لله محكمة النقد ترفض الطعن طعن مرتضى منصور وتؤيد حكم بحبسه شهر مع النفاذ في القضية المرفوعة منا لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وجاري ترحيل المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة. واللي هنشوفه دلوقتي هي لحظة ترحيل مرتضى منصور للسجن. مرتضى منصور زي ما شفنا ترحل ومفروض ان هو يقضي عقوبة بالحبس شهر بسبب سب وقصف الخطيب زي ما هو واضح كده في الصورة، وهو بيترحل وواضح الدائرة الحمراء اللي موجودة عليه ده مرتضى منصور وهو بيترحل ومفروض هيقضي شهر في السجن. بعد صدور الحكم كان الجميع منتظر الرد من مرتضى منصور اللي كسر بالفعل الانتظار وكتب بوست على صفحته على الفيسبوك وقال فيها أخيرا الكلام ده يا جماعة طبعا احنا هنلخصه، بيقول فيه أخيرا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك لأول مرة في تاريخ الرياضة. وصف نفسه كمان بالأسد اللي ما بيخافش من السجن، وقال إن كان في خطة بتحاك ضده لإسقاطه في الانتخابات بالتزوير ويقصد فيها انتخابات نادي الزمالك، وقال كمان إن الخطة دي كانت عزله بتقضي بعزله من 4 سنوات من رئاسة النادي وبعدها حل مجلس الإدارة، وكانت الخطوة الرابعة هي سجنه اللي قالت إن هي أو اللي قال إنها اتأخرت.
حبس مرتضى منصور طبعا تفاعل معاه كتير جدا من رواد السوشيال ميديا وكان ترند في مصر في اليومين اللي فاتوا دول، منهم اسلام حسنين او اسلام حسين اللي كان بيقول هو ده بجد وما كانش مصدق الخبر، وقال هو ده بجد الخطيب طلع معاه السي دي بتاع مرتضى منصور ولا ايه. محمد كمان علق على الموضوع وقال اللهم لا شماتة لسانك حصانك ان صنته صانك. وفي مجموعه من رواد السوشيال ميديا كانوا شايفين ان شهره قليل على مرتضى منصور ومفروض العقوبه تكون اكتر من كده، زي حساب باسم ام بيقول شهر واحد بسبب سب رئيس نادي الاهلي. اما بالنسبه للميديا وللناس العاديه واللاعبين ورؤساء انديه تانية وجهازهم الفني ومصر كلها ياخد فيها كام سنه. فريد كمان قال شهر غير كافي، عايزين 30 سنه على الاقل. وفي مجموعه تانية كانت بتسخر من مرتضى منصور زي مثلا او على لسان الخطيب زي اسماعيل احمد عبد الوهاب اللي قال الخطيب اميتوا الباطل بالسكوت عنه. وطارق زيدان برضو علق وقال رجع المستشار يا خطيب في اشاره منه ان الخطيب يتنازل عن القضيه عشان مرتضى منصور يخرج. احمد حجازي كان بيقول وعهد الله اسيست الخطيب لجمهور الزمالك النهارده احلى من اسيست محمود علاء لأفشة، والتعليق زي ما احنا شايفين واخد 183 اعجاب. كمان في برضو بعض الكوميكس اللي انتشرت عن الموضوع ده في صفحات كتير وتحديدا من صفحه اصاحبي زي الفيديو ده او الكوميك ده اللي متركب على مشهد من فيلم الباشا تلميذ. تريقة كتير وسخرية كتير وناس شمتانة وناس شايفة انه ظلم، وفي ناس تانية برضو كانت بتدافع على او عن مرتضى منصور، وفي مجموعة كانت شايفة ان مرتضى مش هيتسجن وهيرجع تاني زي احمد اللي قال لن يحبس وسيكون في مستشفى او المنزل او النادي كخدمة عامة، الحكم غير مسيء للسمعة والمادة 41 لا تنطبق ولائحة منتهية، الحكم لا يمنع المستشار مرتضى منصور من مزاولة مهامه كرئيس النادي والمخول فقط هو مجلس الإدارة وسيعود على رأس نادي الزمالك خلال أيام. جدل تاني بقى طلع عن مين اللي هيكمل في رئاسة نادي الزمالك في الفترة اللي مرتضى منصور هيكون فيها في السجن. في برضو اللي كان شايف ان دي أصلا مسرحية كلها على بعضها لشغل الرأي العام زي سعيد اللي قال تمثيل ومسرحية هزلية أو هزيلة، بلدنا معروف عنها أنه إذا سرق فيهم القوي تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. محمد شعبان برضو كان بيأيد الفكرة دي بيقول مسرحية خايبة والبلد راحت في داهية. آخر تعليق معانا كان من أحمد الطهطاوي اللي نشر صورة من لحظة ترحيل مرتضى منصور، وزي ما أنتم شايفين كده مرتضى منصور في بيركب الميكروباص أو العربية بتاعت الترحيلات اللي موجودة ورا دي، وفي في الصورة قاعد واحد راجل كبير في السن وست تانية برضو كبيرة في السن قاعدة. فالراجل وصف مكان الراجل وبيقول ان بيوصف الصورة اللي موجودة بيقول بعيدا عن الفلسفة الصورة دي اكتر صورة معبرة عن المرحلة اللي البلد بتمر بيها. الراجل العادي اللي مش فارق معاه كل ده وسرحان في اكل عيشه، والست اللي من التعب قعدت تشرب حاجة وبتبص من بعيد، والزحمة الكذابة على موضوع تافه بس واخد تركيز الناس بدون داعي. وزارة الشباب والرياضة وضحت في بيان ليها على موقعها الرسمي نهاية الجدل اللي تم حول هل سيبقى مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك أم سيتم اختيار شخص آخر وإيه الآلية. فقالت فيما تقضي اللائحة الاسترشادية في مادتها رقم 23 على أن يتولى مجلس إدارة النادي باختيار أو يولى مجلس إدارة النادي باختيار من يقوم بعمل رئيس مجلس الإدارة في حال غيابه، وأن مجلس إدارة نادي الزمالك هو من يقرر خلال اجتماعه تحديد من سيقوم بعمل رئيس مجلس إدارة النادي نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك إلى حين أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لنادي الزمالك. هل بقى هنشوف مرتضى منصور بعيدا عن الحياة الكروية بلا رجعة، ولا هيكون كل ده مسرحية زي ما شافها كتير جدا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي؟ وده اللي هنكتشفه في خلال الأيام القادمة.